معانا كمان على التليفون دكتور هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ. اهلا 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 يا دكتور هاني. اهلا يا يوسف، ازيك؟ ازاي الاحوال؟ كله تمام الحمد لله. اخبارك؟ وحشني. طب انا وحضرتك وحشني اكتر والله. احنا اخر مره اتقابلنا كان يجي من 3 اسابيع مثلا. لا لازم نتقابل يا اما في العيد يا اما بعد العيد، ده ضروري. خلاص باذن الله. باذن الله. دكتور هاني، وانا هنا اتحدث مع دكتور هاني سري الدين رجل القانون. دكتور هاني سري الدين يعني عمل بالجهاز التنفيذي للدوله لمرحله ما. دكتور هاني سري الدين قيادي حزبي. دكتور هاني سري الدين السياسي المعروف. يعني رايك ايه في تجربه التنسيقيه خلال ال6 سنين؟ شفتها ازاي يا دكتور؟ اي تجربه بتعمق من دور الشباب المؤسسي في المؤسسات البرلمانيه وفي العمل التنفيذي يجب دعمها بكل الطرق. واعتقد اهم حاجه في الخطوه دي كانت انها كان عمل مؤسسي وكان جامع، بمعنى انه ما كانش فيه استبعاد لاي عنصر من العناصر بناء على انتماء حزبي او عدم انتماء حزبي، وده احلى حاجه في هذه التجربه. ثم ايضا التنوع الثقافي والفكري والحزبي ده ادى زخم جيد جدا للعمل البرلماني الشبابي في هذه الفتره اللي فاتت. واعتقد انا شخصيا يعني بضحك دايما، واحيانا رئيس المجلس يداعبني، انا دايما بقعد جنبهم بقول له انا بنتمي الى شباب التنسيقيه، لانهم عملهم متميز، مترابطين في يعني اكثر حاجه كان بتلفت انتباهي فيها الحقيقه جديه. وده حاجه انت يعني بالذات لما بتشوف الشباب بياخد المسائل كلها بشكل جدي ومهني والى اخره، ده مساله في غايه الاهميه ومساله تفرح جداً بغض النظر. كلهم، في منهم من الوفد وفي منهم من الاحزاب الناصريه وفي منهم من المستقلين، وهذه يعني في حد ذاتها مساله في غايه الاهميه وتجربه محترمه ومؤسسيه، ودي ميزتها الحقيقه ومتنوعه. خلي بالك بتفكرني بتجربه حزب العمل في بريطانيا. كان له الطريقة اللي كان استراكشر بيها أو كان مؤسس بيها، إنه بيطلع بياخد هؤلاء كثير من الشباب يبتدي يشتغل معهم. جزء يقول والله ده يصلح للعمل التنفيذي، وجزء يصلح للعمل البرلماني، ومن يصلح للعمل البرلماني ليس بالضرورة يصلح للعمل التنفيذي، وهكذا. ودي حركة بدأت أكثر من 100 سنة، أنا بشوفها تجربة مهمة جدا ومحترمة جدا، وأتمنى إنه الأحزاب المصرية مع الوقت تبتدي تاخد بنفس الفكر ويبقى في دعم لهذا الشباب. والحقيقة يعني في نقطة مهمة أنا بتعجبني فيهم، وهي رغم أنهم أقلية إلا أنهم لهم أغلبية التأثير داخل اللجان وداخل البرلمان بشكل عام، وهو ده الأهم. أغلبية التأثير دي نبع من إيه؟ نبع من انه في استراتيجيات واضحه، في افكار، في اجنده تشريعيه، في توزيع للمهام فيما بينهم، في تنسيق، في عمل سياسي بيتعمل بالحوار مع الاغلبيه ومع الاقليه ومع اللي هو ما يسمى باللوبي داخل الأروقة المجلس، وهذا من صميم العمل السياسي. صحيح. في تحضير جيد، فالناس بتاخذهم مأخذ بمأخذ جدي وبشكل جدي، وفي ديناميكية الشباب. صح، 100%. دكتور هاني انا مبسوط جدا ان احنا سمعنا صوتك النهارده في البرنامج. انا اكتر يا يوسف، وانا في انتظار ان احنا نتقابل بقى باذن الله. ان شاء الله. اشكرك يا دكتور، كل الشكر لحضرتك. دكتور هاني سري الدين رئيس اللجنه الاقتصاديه بمجلس الشيوخ، وطبعا استاذ القانون المعروف.